وكعادتنا بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها نفي الحكومة إصدار قرار بتجميد حركة الطيران في مطار العاصمة الدولي. كمان امبارح كان في انطلاق لفعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك أو مناورة النجم الساطع 2023، واللي تمت بمشاركة 34 دولة من حول العالم. وأخبار تانية هنتابعها بالتفصيل في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت تأكيد الحكومة إنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي بدون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وأيضاً استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، اللي بتستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وده بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، ده بالإضافة لمشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. امبارح وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة بقرى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء لسد الاحتياجات الأساسية في المرحلة الحالية، وتم تدشين مشروعات تمكين اقتصادي بمدن وقرى محافظة شمال سيناء تصل قيمتها ل 94 مليون جنيه. محافظة أسيوط أعلنت عن البدء في تنفيذ خطة الرصف بمركز القصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، ورصف عدد من الطرق بأطوال 6 كيلومتر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم البدء في أعمال إعادة الرصف لطريق القصية بني إدريس بني صالح بني هلال بطول 6 كيلومتر، وجاري أعمال المسح والنظافة والتسوية للطرق حالياً. محافظة الشرقية شهدت توزيع 2 طن لحوم أضاحي بالإضافة ل 3.5 طن من المواد الغذائية مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وده بهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم. أكدت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية الحرية 3 مركز الفشن مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة، وجرى الكشف على 1286 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي استقبل على مدار ساعات الجمعة 12 رحلة طيران أوروبية سياحية على متنها 3000 سائح ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار في استقبالها من يوم السبت الماضي واستمرت للجمعة، وبتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل إجراءات الوصول مع تجديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية. مدينة الأقصر شهدت تنفيذ أعمال رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بمعابد الكرنك وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. أيضاً تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة جدارية مطار الأقصر الدولي
وبتتم أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري.